بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا حبيبي انت عايز تقضي على الكوكسيديا، عندك كوكسيديا مبهدلاك، عندك اسهال بني مبهدلك، عندك اسهال مدمم، فيك هشاشان في الفرخ، الفرخ ما بياكلش، الفرخ كل يوم فرخ يبتدي يكش ويموت. الحل ايه يا دكتور محمد؟ الحقنا، احنا عايزين حل. ده كان احد الناس كلمتني وقالت لي المشكله ديت، فانا بقول لك اهو العلاج، وبرضو عملت فيديو عشان كل الناس تفهم. النهارده هنتناول موضوع الكوكسيديا ده بشكل يعني جديد، واوعدك هتطلع من الفيديو ده انت دكتور فهمت يعني ايه كوكسيديا، فهمت يعني ايه تعمل لي اسهال مدمم، فهمت ازاي بنعالج والطريقه الصحيحه للعلاج. ومعانا علاجين، اللي عاوز يعالج بالاعشاب اوكي، واللي عاوز يعالج بالادويه برضو مفيش اي مشكله. بس المشكله فين يا دكتور محمد؟ المشكله فيك انت. ليه بقى المشكله فيا يا دكتور؟ لانك مش عايز تفهم. اسمع الفيديو للاخر وانت تتعلم يعني ايه كوكسيديا صح. اعرفك بنفسي الاول، انا محمد رضا طبيب بيطري. نبدا موضوعنا بالصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. طيب الكوكسيديا يا جماعه بيبهدلها الناس. اولا نعرف الكوكسيديا. واحد بيقول الكوكسيديا دي بكتيريا، لا الكوكسيديا مش بكتيريا، الكوكسيديا تبع حاجه اسمها البروتوزوا. والبروتوزوا يعني هي ايه؟ هي الاوليات. البروتوزوا دي اللي هي مين؟ اللي هي الاوليات. طيب شكلها بيبقى عامل ازاي وبتيجي منين؟ احيانا اسباب الكوكسيديا يعني انت بتكون الدوره القديمه عندك كان فيها كوكسيديا تمام، تيجي مش تطهر حلو. انت مفكر لما ترش كلور ولما ترش فورمالين هيقضي على كوكسيديا؟ لا، بويضات الكوكسيديا، بويضات الكوكسيديا الصغيره ديت بتحوط نفسها بغلاف اسمها انفلوب يعني، والمطهرات اللي انت بتحطها بقى كلور فورمالين ما بيجيبش اي نتيجه. امال ايه المطهرات اللي بتجيب نتيجه معاها؟ هم في كام مطهر في السوق هم اللي بيجيبوا نتيجه. وبرده حاجه بسيطه جدا ليك، لو جبت صودا كاوية، عارفين الصودا كاوية يا جماعة اللي عند العطار، هات تمنة صودا كاوية حطها على 6 لتر مية واغسل بهم المكان، هتجيب معاك نتيجة. مش عاوز كده وعندك كان كوكسيديا مميتة الدورة اللي فاتت وبهدلتك خالص، اسهال دم ومبهدل الدنيا، اعمل زي ما بقول لك صودا كاوية، أو هتجيب نار اللي هو البشبور اللي بيعمل نار وتمشي على الأرضية كده بسرعة، والبشبور ده هيكلفك وهياخد وقت. طيب عرفنا اسباب الكوكسيديا ايه. ممكن الكوكسيديا تجيلك بسبب الرطوبه عاليه. بص الفرشه وراش جير ازاي، هنتكلم دلوقتي. الرطوبه عندك لو عاليه فبالتالي يا حبيب قلبي مش هيحصل الرطوبه العاليه، هيحصل اكتمال لدوره حياه الكوكسيديا. ما هي الكوكسيديا يا جماعه بتعيش ازاي؟ عامله زي دايره، هي دورة حاجة زيها، تبقى مثلا هنا كده مثلا ايه لسه بويضة، كبرت بقت عائل، كبرت دخلت لي بقى جوه جسم الطائر، عملت لي مشكلة. الدايرة ديت، الدايرة اللي قدام مني هي بتاعت الكوكسيديا. أنا لو فتحت الدايرة يعني هي مثلا بتحب الرطوبة العالية، طب لا أنا هرش جير على الفرش، أنا رشيت جير أهو، ما هو الجير دوت بيعمل ايه؟ بيمتص الرطوبة، ده كمان بيقتل الكوكسيديا، يعني الجير بيمتص الرطوبة وبيقتل بويضات الكوكسيديا. مش يعني انت كده عملت وقايه من الكوكسيديا برشك للجير. طيب يبقى انا كده فتحت الدايره، تيجي هي تلف الدايره تقف على الحرف هنا، الله ده الدايره مش كامله فما يجيلكش كوكسيديا. فهم الموضوع بسيط. طيب الكوكسيديا ازاي بتعمل لي اسهال مدمم؟ الكوكسيديا يا جماعه الاخر طفيل ليها اللي هو بيعمل الاسهالات المدممه وبيعمل لي مرض في جسم الفرخ، ده سبايند. يعني ايه سبايند؟ سبايند يعني ايه؟ ليه سنون زي الدبابيس زي الابر، تخش لي في امعاء الطائر، تفضل بقى الدبابيس دي شغال عشان تمسك في الامعاء وتمتص الدم بتاع الطائر، يفضل شغال ايه يخربش في جدار الامعاء اللي جوه، فيحصل اسهال فيحصل دم. نزيف الدم دوت بيتخلط مع البراز يطلع لك اسهال بني او اسهال بني. طيب مع الحاجات الشديده بقى، مع الحالات الشديده هتلاقي الفرخ قطع الاكل، فالنزيف لما يحصل مش هيتخلط مع البراز. ليه؟ لان هو مش بياكل فمش فيه براز، فينزل لك دم زي ما هو. فانت معنى انك شفت اسهال دم عندك معنى ان في فراخ كشة عندك، معنى انك هتخسر، معنى انك ما تتابعش دكتور محمد، ما سمعتش دكتور محمد قال لك عليه. انت افهم يا جماعه، ما هي تربيه الدواجن ديت انت لو فهمت هتكسب. الموضوع بسيط جدا، بس انت اللي موقف نفسك، انت اللي حاطط خناق على نفسك، انت اللي قافل على نفسك. ليه؟ طول حياتك عايش بتجيب الفراخ وترميها وتحط ميه وحط علف واشتغل وهتجيب معايا. لا انت يا حبيب قلبي لو شغال صح
وفاهم يعني ايه كوكسيديا، فاهم يعني ايه كوليستيريديا، فاهم يعني ايه تربيه دواجن، يعني ايه اصلا اربي فراخ. ما هي تربيه الفراخ دي لو فهمت السلوكيات انا بقى في القناه عندي بقول لك بفهمك. فانت ليه مش متابعني، ليه مش مشترك معايا في القناه، اشتراك جميل ولايك اجمل للفيديو الجميل ده. اشتراك يا جماعه لو انتوا مش مشتركين معايا في القناه. طيب حاجه ثانيه يا جماعه عاوز اقول لكم عليها، ايه هي يا دكتور محمد؟ بص يا حبيب قلبي، الكوكسيديا اوعى حد يضحك عليك، اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ايه يا فلان ده الكوكسيديا يا عم انت فراخ كام يوم؟ يقول لك 7 ايام، يقول لك اه يا عم ده عندك كوكسيديا وانت فراخ 7 ايام. يا عم 7 ايام الكوكسيديا علشان الدايره اللي قلنا عليها اللي هي دوره حياتها علشان تكمل محتاجه 9 ايام عشان الدوره دي تكمل. فمنين انت لسه عمر 7 ايام وعندك كوكسيديا؟ الكوكسيديا بتبدا تجيلك على اليوم العاشر، فاحنا بندي علاج ليها على اليوم ال 12 العاشر ال 11، يعني النهارده تقريبا اليوم ال 11 للفراخ. بس هعمل ايه بقى؟ انا عندك طريقتين للعلاج، وافهم بقى، ما دي بقى التركه، هنا التركه وافهم. ليه بقى؟ انا مثلا عامل الشيحه يا جماعه، هتغلي هتحط معلقتين كبار معلقات الاكل، معلقتين كبار شيح على نص لتر او 400 نص لتر ميه، وتغليهم وتسيبهم 6 ساعات لحد ما الميه تبرد خالص، وتفضها في ازازه كده. الازازه دي نص لتر كان مليانه على الاخر، فضيت منها على السقايات اهو تمام، وده الباقي قلت اصور لكم بفيديو وهيكفيني بكره. لو انت هتعالج بالشيح لازم تعمل 3 ايام و4، يعني النهارده انا حطيت الشيح اهو 12 ساعه قدام الفراخ، بكره هحط 12 ساعه قدام الفراخ، بعده هحط 12 ساعه قدام الفراخ، 3 ايام. طيب هل كده الشيح هتلك اكسيد؟ لا، هو عمل لك وقايه جميله قوي. بس انا ما عملت، لا انا النهارده عمر 10 ايام وعملت الشيح، هعمل الشيح تاني واكرره تاني على يوم ايه؟ على يوم 20، يعني والفراخ عمرها 20 يوم هعمل الشيح تاني، او عمرها 22 21 كده يعني. كمان 10 ايام، كمان 10 ايام كرر الجرعه، كمان 10 ايام كرر جرعه الشيح، هتدي معاك نتائج فعاله. طب احنا هنتكلم، هو ليه الشيح يا دكتور محمد؟ انت دايما كنت بتجاوبنا ليه؟ النهارده عايزين نعرف ليه انت اخترت الشيح. بص يا حبيب قلبي، الشيح بيتميز بالريحه بتاعته اللي هي بتقضي اصلا على الديدان وطارده للديدان والزواحف لو عندك زواحف. وكمان مش كده وبس، ده اتضح ان الشيح فيه ماده اسمها لاكتون والبولين والكاروتين. والمواد دي يا جماعه بتعمل ايه؟ المواد دي هي اللي بتدي الشيح الخصائص العلاجيه. واول واحد والدليل على كلام الصح، اول واحد استخدم الشيح في العلاج الديدان هو ابن الهيثم. وابن الهيثم ده ما هو يعني يعتبر مؤسس الطب ومعروف كده منذ القدم. طيب دي حاجه وخلصنا منها يا دكتور محمد. لازم بقى تستخدم الشيح صح، يعني استخدمه 3 ايام ورا بعض 12 ساعه في اليوم. طيب الشيح بيزود لي الوزن برضه، بس مش بيزود لي بالطريقه اللي هي ليه؟ لان هو طعمه بيفتح ريحه نفس الفراخ، ويبقى الفراخ تاكل وتسحب في العلف. دي كده ايه؟ رقم واحد هو بيزود لي الوزن، فبالتالي هيزود معايا اللحم وبالتالي هكسب. رقم اثنين، لو عندك فراخ كشه زي ما قلت لك، فراخ كسلانه، في خموله عندك، في فراخ كشه، الريش منفوش، دي اعراض كوكسيديا، دي اعراض كوكسيديا في الغالب. فالشيح هيعالج لك كل المشكله دي، يعني عندك شيشان، عندك خمول، هيعالج لك المشكله دي. بالاضافه بقى، ودي اجمل حاجه في الشيح، ان هو غني جدا بعنصر الحديد والبوتاسيوم والمنجنيز والكالسيوم. الكالسيوم حلو جدا في العظم، فمش هتعاني من كساح. ده غير اصلا انا برش جير، فالجير فيه كالسيوم، فانسى موضوع الكساح ده خالص. خلينا بقى نخش على الحديد. قلت لك الحديد حلو قوي في زياده الوزن. هتقول لي ليه؟ هقول لك الحديد بيخش جوه الدم، بيكون لي حاجه اسمها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده على بينقل على الار بي سيز، بنقل الاكسجين. بنقل الاكسجين ايه؟ للصدر الفرخه، لوك الفرخه، لرجل الفرخه. طب انا استفاد ايه لما انقل الاكسجين؟ ما كده كده الفرخ بينقل. لا، لما الحديد بيزيد نسبه نقل الاكسجين بتبقى كافيه وبتبقى 100% وبتزيد. فبالتالي العمليات الحيويه وعمليات بناء البروتين اللي بتتم في الورك وبتتم في الصدر هتتم اسرع، فالوزن عندي هيزيد. ما انا هنا بقى دي النقطه. طيب خلصنا من الشيح، طب انا وعرفنا اسباب كوكسيديا. الوقايه من كوكسيديا انك ترش جير وتحافظ على فرشه نظيفه، دي كده وقايتك من كوكسيديا. وممكن يكون انت عامل وقايه بس هي جات لك من الدوره القديمه، فلازم تغسل مكان عندك بصودا كاويه. ولو انت مش عارف تطهر ازاي، خش على فيديو تطهير القناه، على فيديو تطهير وتنظيف مكان الفراخ هتلاقيه عندي على القناه. طيب خلصنا من النقطه ديت. الناس بقى وهنا بقى التركه اللي هي ايه؟ اللي هي حبيب قلبي، انت هتستخدم الشيح امتى؟ انا ما عنديش اسهال بني، يعني ولو عندي اسهال بني عندي فخفيف. انت بص البروز هو بتاع الفرخ، مفيش اسهال، مفيش اسهالات. طيب انت بقى ما تكونش عندك اسهال بني
اسهال احمر قصدي، ما يكونش عندك اسهال احمر مدمم والفراخ كشه ويعني مش فرخين ثلاثة كشين، لا ده نص الفراخ كشه وفي فراخ يعني عندها اسهال احمر احمر وكل الفراخ اغلبها عندها اسهال احمر، تيجي تديني شيح يبقى انت كده حرام عليك بتظلم نفسك. انت كده الشيح ده قلت لك بيعالج المرض الاعشاب يا جماعه، بتعالج الامراض البسيطه، عشان كده عشان تعمل اعشاب لازم لازم تسبق المرض، معنى طبيب بيطر اسبق المرض. انت بقى يا حبيب قلبي ما سبقش المرض وحصل عندك سيات مدممه ومبهدله الدنيا، الحل ايه؟ الحل انك تدي ادويه بيطري، لان الشيح في الحاله دي هيجيب معاك نتيجه بس ما تستخدمه لخمس ايام ورا بعض ومش هيجيب النتيجه الفعاله، وكان نص الفراخ ماتت وخسرت انت كتير. فهتجيب لي دواء بيطري اسمه، يا تجيب حاجه اسمها ديكلازول، وده ديكلازول ديكلارزول ديكلارزول، وده هتحط لي منه 1 سنتي على لتر الميه، او هتجيب حاجه اسمها كوكسكيور، وده هتحط لي منه 1 جرام على لتر الميه، اسمه ايه يا جماعه؟ كوكسكيور. او تجيب لي حاجه اسمها سلفات، سلفات دي هتحط لي منها برضو 1 جرام على لتر الميه 12 ساعه. كل الادويه اللي قلت عليها اللي هي السلفات اللي هي الديكلازولين اللي هي كوكسكيور، التلات ادويه دول بعالج الكوكسيديا، حط منهم 1 جرام او 1 سنتي على لتر الميه لمده 3 ايام او 4 ايام و12 ساعه في اليوم، وادعي لي بعد النتيجه. هتدعي لي فعلا، لانك لازم تفهم وتعالج، لازم تشغل دماغك، وطالما هتعالج كوكسيديا لازم تعالج كولستريديا. انا استعملت الشيح، فالشيح كده بيها هيقضي على الاثنين، لكن انت بقى لو استعملت ادويه هتدي 12، لو انت بقى عندك حالات متبهدله خالص وبتستعمل الدواء هتدي 12 ساعه 12 ساعه علاج لكوكسيديا من اللي انا قلت عليهم، وال 12 ساعه التانيين ادي حاجه اسمها اموكسيسيلين 20%، لان اموكسيسيلين ده بعالج الكوليستريديا، لان طالما عندك كوكسيديا وكوكسيديا مميته فمليون في المية عندك كوليستريديا معاه، لان الكوكسيديا والكوليستريديا اتنين اخوات، اللي لو دي بتتخانق الكوليستريديا بتيجي تتخانق معاها، يعني منين ما في كوكسيديا في كوليستريديا. فهمت كده؟ انا كده يعني الفيديو حاولت اختصره وما كررش الكلام، والكلام يبقى واضح والناس كلها فاهماه على قد ما اقدر. فالفيديو خد تقريبا 10 دقائق 11 دقيقه، فاتمنى تكون سمعت الفيديو لحد النقطه دي، يبقى انت استفدت. طبعا يا جماعه انا يعني بحاول اقدم لك المحتوى اللي يفيدك الفهم دواجن، وده محتواي على القناه. فلو انت بقى لسه مش مشترك معايا في القناه، مستني ايه يا حبيب قلبي؟ اشتراك جميل في القناه واللايك اجمل منك، وكومنت جميل قول لي رايك ايه، هل في استفاده جديده هل ما استفدتش؟ وهنتابع معاكم برضو علاج الكوكسيديا وزياده الاوزان، هنعمل لكم فيديو تاني عن زياده الاوزان وقضاء على البرد، كل الفيديوهات دي موجوده على القناه سواء بالاعشاب او بالادويه البيطري. استودعكم الله في فيديو قادم احلى واجمل بكتير باذن الله تعالى. نختم موضوعنا بالصلاة على أشرف الخلق أجمعين سيدنا المصطفى الأمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.